41 دقيقة. أهلا وسهلا بكم ناس الكل تسمعوا في زوم 73، نكملوا معاكم إن شاء الله حتى النص نهار. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحة رسمية لي نجمة فام بالوقت ذي، باش نحكيو من زغوان تحديدا، نحكيو من الوحدة الانتاجية بالفارسين من ولاية زغوان، شبهات فساد مالي وإداري يحوم حول الوحدة هذية، ووزارة الفلاحة ظهر لي على علم فما مذكرة حتى مبعوثة. خلنا نعرفوا تفاصيل الكل مع سي منذر بن عبد الله، حافظ مغازة بالوحدة الانتاجية بالفارسين من ولاية زغوان. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي منذر، مرحبا بك على موجة نجمة فام. بيك يرحم والديك وبارك الله فيك. أهلا وسهلا. منذر بن عبد الله، حافظ مغازة بالوحدة الانتاجية الفارسين زغوان. الفارسين التعويضية هذه عندها 800 هكتار، تتكون من 800 هكتار، فيها 9000 غوز زيتون، فيها 700 نعجة تولد، وزيد أملاك الدولة بولاية زغوان زيد تضيف لها 350 هكتار أخرين في عين البطرية، ثم التعويضية منحلة زادتها 350 هكتار وزادتها 1200 زيتونة، حوالي 1200 زيتونة ما شاء الله. التعويضية هذه فيها عندنا فيها شبهات فساد، دوسي بتاع شبهات فساد بالنسبة للمدير الحالي الموجود تو، وعندنا مذكرة خارجة من وزارة الفلاحة تنص على الشبهات بالوحدة الإنتاجية، شبهات فساد بالوحدة الإنتاجية على مستوى التصرف والتسيير الفني، عدم أخذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأهيل أسطول الجرارات والمعدات الفلاحية قبل بداية الموسم، بعتلي تغيير الصبغة الزراعية لبعض الحقول خلاف لما ورد بالمخطط الموسمي دون الرجوع للنظر إلى الإدارة المركزية، اللجوء إلى مسندي الخدمات في إنجاز بعض الأشغال الفلاحية على غرار كراء المعدات الفلاحية. معدات فلاحية معناتها تابعة للوحدة الإنتاجية يتم كراءها. يتم كراءها يعني. والفلوس ما تتحطش في الخزين. يعطيك الصحة. القيام ببيع حيوانات أغنام في الأسواق الأسبوعية دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة الإشراف، ودون القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، شهادة بيطرية مسلمة من طبيب بيطري متعاقد مع الوحدة في الحيوانات الصالحة الغير صالحة للتربية. القيام بعملية عشابة عين البطرية، قطعة هذه العين البطرية على مملكة الدولة باش يخدموا فيها ويستثمروا فيها، يعشبوا فيها ما غير معنا الإعلام دون وجه حق معناتها، غير حق ودون إعلام الإدارة المركزية ودون قيام بمحضر. وعلى مستوى التسيير الإداري والتنظيمي، غياب تام للوثائق المعدة بالوحدة، بطاقات الحضور والتقرير اليومي ووصولات الخروج، غياب التأشيرة على دفتر الخزين، نقص كبير في مسالك الوثائق المتعلقة بالخزين. معناتها جملة من التجاوزات موجودة في، في الوحدة هذه. وعلى مستوى التسيير المالي، عدم احترام ما جاء بالمذاكرة التي تنص على أن رصيد الصندوق لا يتجاوز 150 دينار ويحط في الفلوس كل غادي كاي. تمكين محمد الغضباني مسؤول من الزراعات الكبرى من سلطة مالية قدرها 600 دينار دون إعلام الإدارة ودون كتابة محضر جلسة. تمتع المدير الفني بأجر شهري خام في حدود 4,183,450 خلاف لما ورد بمراسلة الإدارة المركزية عدد 14-15 على 2 بتاريخ 12-9-2019 بخصوص مراجعة بطاقات خلاص المدير الفني التي تنص أن أجره الخام بزملين 646,600، وذلك تقدر قيمة التجاوزات ب1,500,000 دينار شهرياً. ما أنت الخوار هذا الكل وزارة الفلاحة على علم به سي منذرة؟ هذه مذكرة من وزارة الفلاحة. الفلاحة هاي يعني نشوفوا فيها على الصفحة متاعنا. وبعثوا فيه نهاية الحاق بالوحدة السعادية هذه، وما حبش يخرج، ولت الوزارة عملت معها يساندوا فيه هذاي سي مجلس التصرف هذا اللي معاه، مجلس الإدارة اللي معاه يساندوا فيه وساححوا له. علاش يصححوا له المجلس التصرف هذا ومجلس رئيس المجلس هذا؟ على خاطر مخليه حاليا وتنجموا تخرجوا وتشوفوا تو حاليا من اراضي الدوليه من اراضي التعويضيه مزرحات خليها لها 50 هكتار يسرح بها بالغنم نتاعها. خليها 50 هكتار يسرح بها بالغنم نتاعها. الناس اللي تسمع فينا ربما سي منظر يتسالوا يقول لك اذا كان وزاره الفلاحه اليوم تعرف هل الخوار هذا الموجود وتعرف الشبهات الفساد هذيا والوثيقه موجوده، الوثيقه معناتها تتاكد ان وزاره الفلاحه على علم، اليوم الراجل بيتواطئ من مجلس الاداره مازال حتى لليوم المدير هذيا على راس الاداره؟
مازال حتى اليوم وحبوا ينصبوا مجلس تصرف ما دام مجلس الإدارة اللي معاه معناها فاسد، حبوا يجيبوا مجلس تصرف جديد. بعثت فيه الوزيرة قرار في تنصيب مجلس تصرف جديد باش ينقذ التعويضية دي وينهض بها في المدة الأخيرة نتاع الزراعات الكبرى. ما رعنا إلا جمع معهم عاد المنفذ إلا وامتنع باش ينصب المجلس التصرف هذا جديد، ولت فيها كلامات وكذا، ولا سجل عليهم العدد المنفذ أسامة وثماش، وإلى يومنا هذا ما نصبوش مجلس التصرف اللي جاي فيه قرار من الوزيرة. اي من وزيره الفلاحه السابقه مدام عاسقه. به سي موندر نفهموا منك تعاضديه هذه قداش فيها من خدام اليوم انتم، شنو هي الوضعيه نتاعها في وسط هالفساد اللي شو ينخرها؟ الفساد هذا ظهر لي عنده سنوات سي موندر، هكا ولا بالنسبه للخدام هذوما اربعه متعاضدين اربعه عمل قاري وثلاثه ايتار وما خلصوش عندهم خمسه شهور خلاص لا سنتات عندهم عامين مثلا مثلا سنتات دونك الخدمه اللي تخدم ماهيش خالصه والمدير يخفي اربع ملايين. رغم الغنم اللي فيها في حكايه 700 نعجه تولد وفيها 9000 عود زيتون وفيها 800 هكتار. معناتها تنجم تخلص روحها نورمالمون، تخلص خدمتها. يا بنت مش تخلص خدمتها، تخلص 1000 واحد تخدم 800 هكتار. 800 هكتار 1200 زيتونه و700 راس غنم به. لا فيها 9000 عود زيتون. 9000 9000 عود زيتون وفيها 800 هكتار وفيها 700 نعجه تولد، واملاك الدوله تزيد تضيف لها تزيد تعطيها كادو. 350 هكتار هذه بيعين البطريه وحوالي 1200 زيتونه اخرى. ما شاء الله. ورغم هذاك الخدامه خمسه شهور من غير شهرين. به ضركم معناتها زاد هل عدم تعيين وزير فلاحه، احنا حتى لليوم وزير الفلاحه بالنياب، دونك ما نجموش اي نمشيو في تمشي اداري على خاطر ما فماش وزير على راس الوزير. ثم مسؤوله تابعه الاراضي الاوفيات ما بتاع الاداره المركزيه وجي النائب سيد النائب جانا للفيرما هذه للتعويضيه وسكر عليه الباب ومحبة يستقبله وهجشه. به واضح سي موندر، شنو مطلبكم اليوم؟ الكلمه اللي شكون تحبوا توجهوها؟ شنو تحب تقول في نهايه المداخله؟ نحب نوجهها اولا السيد رئيس الدوله، السيد رئيس الحكومه، للمسؤولين في وزاره الفلاحه، للناس النزهاء، الناس اللي تعرف القانون، الناس اللي تخاف ربي علاش الشيء هذا، الناس اللي تحب تونس. يا رسول الله تونس تولي كما هكا؟ علاش 800 هكتار ما تخلصش 10 خدامه؟ علاش؟ علاه وانا في نفس الوقت انا بطال عندي سنين ربي منه. واضح سي موندر، حي فيك الحس نتاعك خوفك على هل داركم انت تعاضديه اكيد الوحده هذيا راك خدمتوا فيها، دونك انتم بالنسبه ليكم داركم هذيك. بالله حبيت نقول لك هذا بلغت على الفساد وعلى الفساد هذا وشكيت المعتمد وشكيت الوالد وكذا حبسني على العمل. السيد هذاك بلغت على الفساد، هل في تونس اللي بلغ على الفساد يحبس على الخدمه؟ مين يمشي يوكل اولاده وصغاره؟ انت كي بلغت وقفوك على العمل؟ وقفوني على العمل. قداش عندك ماكش تخدم؟ عندي 20 شهر. 20 شهر؟ ده اكثر من العام. من جويلة 2019. وما عملك شيء قانون حمايه المبالغين؟ والله ما شيء، عملت مطلب وهاني نستنى فيه، مازال ما عملوا لي شيء. واضح سي موندر، ان شاء الله صوتك يكون وصل لوزاره الفلاحه بالنيابه اليوم حتى لين يتم تعيين وزير ونوفيو منها الشكشوكه. شكرا ليك سي موندر بن عبد الله حافظ مغازه بالوحده الانتاجيه الفارسين بزغوان، تحيه ليك وللناس اللي تخدم في الوحده هذيا والناس اللي يسمعوا فينا في زغوان، شكرا جزيلا ليك. دونك هاكا نموذج بسيط نحكيو على وحده انتاجيه ما شاء الله معناتها يقولوا عندنا 9000 زيتونه، ملك الدوله تزيدنا 1200، فما 700 راس غنم، ورغم هذايا اليوم خمسة تقريبا 10 خدامة خمسة شهور ما همش خالصين، واللي بلغ على الفساد والخوار اللي صاير في وسط الوحدة هذية يتم إعفائه من العمل. الرجل عنده تقريبا 20 شهر ما هوش قاعد يخدم. بربي نداء لوزارة الفلاحة، ناس اللي تسمع فينا المسؤولين في وزارة الفلاحة حلوه الدوسي هذية، المذكرة موجودة على صفحة رسمية متاعنا، أيمن موجودة المذكرة بالكاشي متاع الوزارة، دونك انتم على علم بالخوار اللي صاير والشبهات اللي موجودة. صفيوا الوضعية، كان فما هالفساد هذايا
قيلوا المتسبب الفساد وسوي وضعية الناس اللي قاعدة تخدم. إذا كان ما فهمش زادا هالفساد خلينا نفهموا الدوسي هذايا باش نقعدوا في المتابعة سي المنظر الملف هذايا ونشوفوه في الأيام الجاية وين ينجم يوصل. أنا متأكدة أنه شبهات الفساد هذايا موجودة في برشا بقايا خاصة وقت نحكيو على مؤسسات عمومية اللي ما نمشيو لهمش برشا واللي ما عليهمش برشا عينين. أكيد فما أكثر من الشبهات هذايا كان موجودة في البلايص اللي تخدموا فيها كان ما فماش برشا عينين على الفساد اللي موجودة. احنا عينيكم في المناطق نتاعكم كلمونا 73 278 600.